يقول هل من نصيحة للإخوة الذين يدخلون في الدعوات الحزبية؟ يا أخوان ما عندنا حزبيات ولا عندنا اختلاف، الواجب أن نجتمع على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نكون جماعة واحدة على الكتاب والسنة، هذا هو المطلوب. ولا نجاة للأمة إلا بهذا، بالتمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. اللي يريد النجاة يكون على هذا الصراط، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أن تقرأ في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، ما هو الصراط المستقيم؟ هو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا الذي تسأل الله أن يهديك له، أن يعرفك به وأن يثبتك عليه.